اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي واستاد الاهلي. ليله مباراه القمه 115، القمه 115 طابع خاص جدا، بطوله لوحدها. القمه تعودنا عليها انها بتكون بطوله لوحدها. مباراه القمه ليها شعبيه مش في مصر بس، في العالم كله. ديربي الاهلي والزمالك واحد من اهم الدربيات اللي موجوده في العالم، مش في الوطن العربي بس ولا في القاره الافريقيه. القمه 115 فيها معاني كتير، القمه 115 كل الجماهير بتنتظرها. القمه بتعود مره اخرى لاستاد القاهره، استاد القاهره اللي احتضن اخر قمه سنه 2014 وتحديدا يوم 14 سبتمبر، وانتهت هذه القمه كانت لقاء نهائي سوبر وانتهت بفوز النادي الاهلي بركلات الجزاء الترجيحيه. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه القمه، مباراه الغد اللي هتكون على استاد القاهره الساعه 7 مساء. لكل جماهير النادي الاهلي وكل عشاق النادي الاهلي هيكون في بكره استوديو كبير جدا، في مفاجات وفي عدد من النجوم، وهنقول ده واحنا شغالين. وهيكون النهارده معانا اتنين من كبار الضيوف، من قامه اللاعبين اللي ليهم صولات وجولات في لقاء القمه، اللي ليهم حواديت وليهم ذكريات، واللي هيقدروا نتكلم معاهم ونشوف يا ترى ايه التشكيل المتوقع للنادي الاهلي والتشكيل المتوقع لنادي الزمالك. يا ترى الكابتن ايهاب جلال ايه الفكر اللي في دماغه وايه اللي عايز يعمله في سنه اولى قمه، سنه اولى قمه. وفي الساعات الاخيره الكابتن ايهاب جلال مدير فني لنادي الزمالك، كابتن حسام البدري او زي ما اطلق عليه الاعلام عقده الزمالك، كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي زي ما لقبه الاعلام في الساعات الاخيره. والحديث عن القمه 115 ان عقده الزمالك، هنعرف ليه الكابتن حسام البدري عقده الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، وتمنياتنا المباراه تطلع بالشكل اللائق والشكل اللي بيليق بهذه القمه الكبيره اللي عليها اعين العالم اجمع. يمكن زي ما قلت لكم هيكون معانا اتنين من ضيوفنا الكبار واتنين من النجوم اللي لهم كواليس. كابتننا الكابتن الكبير الكابتن محمد عامر كابتن النادي الاهلي اللي هيكون موجود معانا في فقره الحوار، وكمان النجم السعيد الكابتن طارق السعيد نجمنا الكبير نجم النادي الاهلي واللي هيكون معانا برضه بذكرياته وكواليسه عن لقاء القمه. لو جينا نتكلم عن هذه القمه، ويمكن كمان عشان نتكلم تحديدا عن قمة الغد، فهي قمة مميزة جدا. القمة 115، والقمة 115 هيكون فيها عدد من اللقاءات. لو جاهزين يا جماعة بمشوار النادي الأهلي في الدوري، يمكن مشوار النادي الأهلي في الدوري هو مشوار مميز ببعض، يعني بعض النتائج كده اللي قد تكون ما بتعجبش بعض الجماهير، ولكن عدد طبعا من النتائج. ادي زي ما احنا شايفين قدامنا، ادي النتائج هتكون الاهلي وطلاع الجيش طبعا، وكانت التعادل الايجابي 1-1، ثم بعد كده الاهلي فاز 2-0 امام الاتحاد السكندري، الاهلي والرجاء 4-1، الانتاج الحربي والاهلي 2-1، والاسماعيلي والاهلي 2-0، والاهلي والداخليه 2-0، والمصري والاهلي 2-0، والاهلي وانبي 4-1، والاهلي والاسيوطي 1-0، ومباراه المقصه وهزيمة الأهلي 3-2، ثم التعادل في لقاء طنطا، وكذلك الأهلي وسموحة والفوز بهدفين مقابل هدف، والتعادل أمام وادي دجلة بهدف إيجابي، ثم الفوز على بتروجيت بثلاثية، ثم الفوز على النصر بربعية. وده مشوار النادي الأهلي في مسابقة الدوري حتى الآن، وقبل طبعا لقاء القمة أو القمة 115. اكيد طبعا في عدد كتير بيبقى عايز الفرقه تمشي على طول وبتكسب على طول، لكن هي كره القدم، هي كره القدم كده، مكسب وخساره. اما مشوار الزمالك في الدوري فالبدايه كانت مع الانتاج الحربي والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ثم فاز الزمالك 3-0 على الداخليه، وكسب المصري 2-1، وتعادل مع انبي بدون اهداف، ثم التعادل مع طنطا بهدف لكل فريق، ثم الهزيمه من سموحه بثلاثيه، والفوز على دجلة بنفس النتيجة، ثم الفوز على بتروجيت بنفس النتيجة، ثم الفوز على النصر 2-1، ثم الهزيمة من المقاصة 3-1، ثم التعادل مع الرجاء بهدف لكل فريق، ثم
الفوز الاسماعيلي بهدف، ومواجهه الاتحاد السكندري استطاع الزمالك انه يحقق الفوز بهدفين، وكذلك الزمالك قدر يكسب المقاولين بهدف، والاسيوطي بهدف، وطلائع الجيش بهدف. مباريات الزمالك في المواجهات الاخيره كانت بهدف نظيف. يمكن النادي الاهلي في التوقيت او في مثل هذا اليوم على ما اتذكر سنه 37 كان النادي الاهلي، دي احصائيه اهو، دي احصائيه بتاريخ المواجهات بين النادي الاهلي والزمالك في الدوري، مجمل المباريات 114 مباراه تاريخ المواجهات بين الاثنين. الاهلي فاز في 42 لقاء والزمالك فاز في 25 لقاء. التعادل كان سيد الموقف في 47 لقاء. الاهداف للنادي الاهلي 139 هدف، ولنادي الزمالك 98 هدف. اعتقد ان هم 89 هدف لنادي الزمالك مش 98. نراجع مع بعض. خلينا برضو نتكلم ان في مثل هذا اليوم ومن تاريخ المواجهات، ماشي، خلينا نروح لتاريخ مواجهات الاهلي مع الزمالك في كل البطولات بقى، كل البطولات تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك. يمكن 230 مباراه فاز النادي الاهلي في 98، وفاز الزمالك في 56، ثم التعادل كان سيد الموقف ب 76 مباراه. اجمالي اهداف الاهلي 334 مباراه، واهداف الزمالك 245 مباراه. قمه النهارده بقى قمه الغد، قمه بينتظرها الكل، ان دايما كل قمه ليها حدوته، كل قمه ليها حدوته، لكن 8 يناير تحديدا ليه حدوته. لو قلنا الاهلي والزمالك اتقابلوا كده قبل كده يوم 8 يناير، هقول لكم اتقابلوا قبل كده يوم 8 يناير سنة 1937، وده تحديدا الدوري طبعا عارفينه بادئ سنة 48، وده كان تحديدا مناطق، كان الدوري بيتلعب مناطق، كان بطولة الكاس بس اللي بدأ من سنة 25، وكانت بطولة المناطق، وقدر الأهلي إنه يكسب الزمالك 5-1 في مثل هذا اليوم أو 8 يناير 1937. بنقول كل قمة ليها حدوتة، كل قمة بنشوف الحدوتة بتاعتها فين، كل قمة بنشوف إيه اللي بيحصل فيها. حدوتة هذه القمة الساعات الأخيرة ما بين إصابات الأهلي، مين اللي هيلحق يرجع، إيه اللي هيحصل، الترتيبات اللي بتحصل بعد التمرين الأخير. الزمالك برضو بيفنش تمرينه دلوقتي، كابتن إيهاب جلال اللي جاي قبلها يعني ب 48 ساعة، واللي بيعلن لوسائل الإعلام إنه متحمل نتيجة المباراة، بيقول مش هكون موجود كضيف شرف، لكن أنا هكون موجود علشان أنا مسؤول عن هذه المباراة، مباراة القمة. وزي ما قلت لكم على المقابل الكابتن حسام البدري اللي جهز لعبته، كابتن حسام البدري لم يخسر إلا مرة وحيدة وهو السوبر بين الأهلي والزمالك، ولكن الإعلام أو التقارير الإعلامية اللي كانت موجودة على مدار الـ 24 ساعة اللي فاتت والحديث عن لقاء القمة أن حسام البدري هو عقدة الزمالك. بالنسبة لتاريخ القمة 115 وتاريخ المواجهات والأرقام، لسه معانا أرقام كتير، لكن حكم اللقاء هو حكم إيطالي، وهو ديفيد ماسا، حكم مميز جدا، والراجل ده كده زي ما بنقول بالبلدي جايلنا عليه طار. آخر مباراة لي كانت مباراة نابولي بيحكم في إيطاليا، وكان في مشكلة في المباراة، المباراة الأخيرة لي يعني طلع كده 9 إنذارات صفر، طلع كده، هم مسمينه الجزار، هذا الحكم بيلقب بالجزار، ما بيهزرش، محدش يهزر مع الحكم الإيطالي، أسهل حاجة عنده كارت أصفر، أسهل حاجة عنده كارت أحمر، الراجل ما بيتفهمش. وهناك في إيطاليا عنده تهديد من الجماهير بالقتل، الجماهير هناك مستوعدة بالقتل. إن شاء الله يكون اليوم لطيف بكرة ويعدي اليوم على خير، ولكل لعبتنا طبعا التزام الهدوء مع الحكم. حكام الإيطاليين ليهم حواديت كتير مع النادي الأهلي، النادي الأهلي بالأرقام ما بيخسرش مع الحكام الإيطاليين. مباراة الستة الجمهور متفائل بيها لأن الحكم كان إيطالي، فبالتالي في حالة من الانبعاث لطاقم التحكيم. أكيد قلنا أن عودة مباريات القمة لاستاد القاهرة ده يعني حاجة كلنا كنا بنستناها، لأن استاد القاهرة العريق، ولكن للأسف طبعا الجماهير 300 150 دعوة للنادي الأهلي و150 دعوة لنادي الزمالك.
في بطولة الدوري النادي الأهلي محقق رقم مهم جدا، رقم لأنه لم يهزم من الزمالك، يعني منذ 3885 يوم، منذ طبعا خسارة القمة اللي أقيمت في 21 مايو 2007، ومن هذا التاريخ الأهلي لم يخسر قمة في الدوري. احنا بنتكلم في الدوري، إن شاء الله نتمنى المباراة تخرج بالشكل الأمثل وتخرج بالشكل المطلوب وتخرج بالشكل اللي يرضي الجماهير، يكون في روح الود بين اللاعبين، المباراة تخرج بالروح الرياضية وبالشكل اللائق اللي يليق بمباراة قمة. مباراة قمة أهلي وزمالك يعني مباراة قمة العالم كله بيتفرج عليها، مباراة قمة بين الأهلي والزمالك يعني ديربي كبير، ديربي متابع من العالم كله، يعني إعلام، يعني وطن عربي، يعني أفريقيا، يعني عالم، يعني ديربي مهم جدا جدا جدا. أنا بقول لكم إن مهما كانت الفوارق بين الأهلي والزمالك، مهما كان في فرقة منهم ماشية بشكل كويس ومستقرة بالشكل الأمثل، مباريات القمة لا تعرف النتيجة ولا تعرف التوقع، على الرغم إن الفترة اللي فاتت وتحديدا من 2007 وتحديدا من 3885 يوم لم يفز الزمالك على الأهلي في القمة في بطولة الدوري. هذا الرقم، الرقم الكبير والرقم الإيجابي، أعتقد أنه رقم كبير جدا، ورقم النادي الأهلي بيسعى أنه يكمل العقدة للأبيض في مباراة الغد، والزمالك بيتحدى بمدرب جديد عايز يقول أنا موجود. المباراة نتمنى أنها تظهر بالشكل اللائق. طبعا عندنا ضيوف مهمين بعد الفاصل، كابتن محمد عامر وكابتن طارق السعيد، بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام.